غادي نحكي واحد القصه. واحد كنت كتحكي لينا جدنا ملي جداتي ملي كنت صغير. وهذوك باش نديروا الحلقه ديال جامع الفنا كما كيديرها يعني هادي غيفهم شي اخرى ما غيفهموش راه بزاف عليه. كان واحد في الجنوب كان واحد الديب. داك الديب شرف لما شرف دخل الغار ما بقاش عنده القدره على باش يصطاد. وعنده واحد الديب ولده مره كيخرج كيدبر له على شي صيد كيجيبو لواحد مره تعطل عليه. الديب جا الجوع خرج كيصيح ما كيسمعو حد ما كيجيو. كتعرفوا ان الذئاب لما تخرج هذاك الصياح كيتجاوبوا بيناتهم راه هو باش يفهم هذه خصو يرجع ناشونال جيوغرافيك باش يفهمها. اذا دا الصياح ما جاوب واحد تعطل عليه جا الجوع. واحد شويه ويظهر ولده جايب له شي مصيده وصغيره ما شبعتوش. قال له ولدي اش واقع في الدنيا؟ واش الدنيا فلات؟ قال له لا باقي الانسان. قال له باقي الانسان. قال له باقي الحيوان. قال له باقي الحيوان. قال له انا خرجت درت الصياح وما ما جاوبني حد. تحرج داك الولد قال له با خرج خرج. قال له دير الصياح. عاود صاح هذا كذب ما جاوب واحد. هو يصيح داك الابن ما يستجبوا له دوك الذئاب الاخرى. قال له با راه الدنيا تبدلات. الدنيا راه تبدلات. تقى الله في راسك وشي اما دايرين دارت بيناتنا مره 3 شهور ديالك و 3 شهور ديالي. واش هذه الديمقراطيه؟ واش هذه السياسه؟ واش ما نعرف. هذا الميكروب لان سبق لي قلت عليه حقير دابا غنقول عليه ميكروب. شفتش كيقول لهم؟ قال لهم هذا السي الكيران اللي قال لهم انا 15 اليوم 15 اليوم ما تيفكر هو وهذوك اللي كيفكروا ليه. وانا نقول لكم فاش تيفكر. تيفكر غير في القرمومه ياك هكا كتسميوها. راه حتى انا متبع شي شويه. بنادم ما تيحشمش. نهار السي العالمي جيب لي انت غير التصريح ديالك. نهار اللي خرجوا الناس بالمعقول الشارع وكان تهديد ديال ان بلادنا تدخل في المجهول بكل مؤسساتها. نقولوها بصراحه ووضوح. نقولوها بصراحه ونقولوها بوضوح. هذاك الوقت فين كنت انت؟ دابا تبغيت تبين الرجله ديالك. الرجله ديالك داز وقتها. ما كنتيش راجل في الوقت ديال الرجله لا انت لا الحزب ديالك. خفتي وتخبيتي مورانا وجبتي كذا و30 ولا كذا و40. 37 جاب ياك 2011 37. ودابا نايض كتعرف عبد الله بن 15 ما بانتلكش هذه القضيه هذه على وضوحها وبساطتها ما بانتلكش. 15 يوم وانت والجماعه ديالك تتقلب عاد باش نوضوك باش تقول هذا الكلام. وبلاتي نقول لك واحد القضيه ودير انت كاع قلتيها. شكون اللي غيتيقك؟ شكون اللي غيتيقك؟ خلصتي بعدا الديون اللي كانوا عليك ولا مازال؟ والشيكات بدون رصيد انت عيب عيب تكون في السياسه ديال المغرب. وحنايا ظنينا انه غتكون في المستوى ورشحناك لرئاسه البرلمان وكبرنا بك. الله يرحمك اودي الوالده قالت لك كبرنا بالحمار. كبرنا بالحمار ودرنا له هندقه هرنطو بغى غير حلاسو. الله يرحمك الوالده. واسمح لي الا سميتيني انا ديب شارف انت راه غير حمير. انا قابل باش نكون ديب واخا نشرف غنبقى ديب. قال لك علال الفاسي الله يرحمه الا مات الفيل كيبقى واحد دمور سمان. الا مات الفيل كيبقى واحد دمور سمان. لما الحمار ما كاينش اللي غيديها فيه لا ميت ولا عيش. مع كامل احترامي للحمار.